السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض حاجة مفيدة جدا جدا، يعني أنا بصراحة عملتها واستفدت منها وقلت لازم أفيدكم بيها إن شاء الله. اللي هعملها معاكم النهاردة هي إيه؟ عبارة عن صابونة. الصابونة دي يا جماعة حلوة جدا جدا، طبعا هي مش اختراعي بصراحة. الصابونة دي صدفة جاد، أكيد كلكم عارفينها، كانت عاملاها من فترة كبيرة جدا، يعني حوالي جي سنة على ما أعتقد. يعني كانت في ناس كتيرة بتسألها ازاي بشرتك صافية ومفيهاش حبوب وكده، انتي بتستخدمي ايه؟ فقالت لهم انا بعمل صابونة هي اللي بستخدمها حلوة جدا. الصابونة دي هي كانت انتوا عارفين مشكلتها في اول ما قبل ما تفتح القناة كان عندها حسد وكده، فكانت الصابونة دي قالوا لها عليها عشان الحسد، يعني هي اصلا في الاساس للعلاج ده، تمام. فطبعا هي بتقول بعد ما استخدمتها فتره لقيت ان هي كمان بتعالج مشاكل البشره وبتفتح كمان، فقالت لي لا استخدمها على طول. فالصابونه بصراحه حلوه جدا جدا. انا طبعا لما سمعت عنها من مكوناتها فروحت بحثت، طبعا عملت سيرش وبحثت عنها. هي من مكوناتها اول حاجه الخزامه، الخزامه اللي هي عشبه اللافندر. فانا بحثت عن عشبه اللافندر لقيتها يعني كنز في البيت، لازم تكون في كل بيت، يعني حلوه جدا جدا. انا طبعا لما لقيتها بتقول ان هي بتريح الاعصاب وبتشكر فيها جدا، قلت لا انا هعمل سيرش عنها الاول قبل ما اعمل الصابونه واشوف ايه فوائد العشبه دي. فلقيت ان العشبه دي يعني بقول لك سبحان الله، العشبه دي يعني خطيره، يعني بقول لك هي بتخلي البشره ناعمه جدا، بتخلي البشره خاليه من الحبوب للي عندها حبوب في البشره. انا الحمد لله من بعد ما استخدمتها بعد تجربه كبيره جدا، انا ما رضيتش انزلها لكم غير لما استخدمها واشوف فعلا نتيجتها على بشرتي ايه، فعلا نهت الحبوب اللي عندي في البشره. برضو من ضمن فوائدها انها بتعالج الاضطرابات النفسيه، يعني هي كمان بتعالج الاضطرابات النفسية، يعني فظيعة، مفيدة جدا للي عنده اكتئاب، للي عنده قلق، للي عنده خوف، بتريح الأعصاب. يعني لو انت مخنوقة او متضايقة ممكن تحطيها في أوضة النوم عندك تحت المخدة، في شراب، في أي حاجة، يعني فظيعة. برضو بقول لك ان هي بيستخدموها في صناعة الروائح العطرية اللي هي عشبة اللافندر، وطبعا كلنا عارفين اكيد كلنا بنجيب وبنشوف كده حاجات كتيرة جدا بريحة اللافندر. بيقول لك برضو في البلاد بره بيقول لك ان هم بيستخدموها في حوض الاستحمام عشان مشاكل الجلديه الصعبه، تمام. برضو بيقول لك عشبه اللافندر بيستخدموها في اوروبا وفرنسا وسوريا، ودخلت في الصناعات التجميليه ودخلت في الشامبوهات ودخلت في مشاكل يعني الحاجات للجسم، فهي يعني بصي لا غنى عنها. يعني بيقول لك بتدخل في العنايه بالجلد، مفيده جدا. شربها بقى يعني كمان بيقول لك لو حد عنده قلق يشربها، المنقوع بتاعها معلقه منه على ميه سخنه، بس طبعا بيقول لك الكثره منها لا، يعني اي حاجه ما تكتري منها برضو مش صح. فقال لك ان انت ممكن تشربي منها على الريق كده الصبح لو اي حد عنده قلق او عنده توتر، حلوه جدا للاسترخاء. يعني بيقول لك كمان من ضمن فوائدها الفظيعه ان هي بتخلصك من العرق. الناس اللي بيبقى عندها ريحه عرق شديده، الناس اللي عندها سمنه، بيقول لك ان هي كمان بتخلص من العرق، فحلوه قوي. برضو من ضمن الفوائد اللي انا سمعتها عنها ان هي بتساعد على جلب النوم، ان هي مهدئه جدا للاعصاب. برضو من ضمن الحاجات الفظيعه ان هي قاطعه للصداع. دي برضو المعلومه دي لما عملت سيرش عنها عرفت ان هي كمان بتعالج الصداع، يعني كمان مشاكل الصداع بتحلها. برضو المشاكل الهضميه، نقص الشهيه، فلذلك بقول لك ان هم بياخدوها للناس اللي عندها نقص في الشهيه او الناس اللي جسمها نحيف، حلوه جدا جدا لنقص الشهيه. يعني بيقول لك سبحان الله، يعني بس طبعا لو حد عنده سمنه ممنوع ان هو يشربها تماما. برضو بيقول لك بتحد من مشاكل النقرس ومشاكل الروماتيزم، وبيقول لك ان هم سبحان الله تناولها بيقول لك يعني كمان عشان مشاكل المفاصل. برضو من ضمن الاسباب اللي عجبتني جدا جدا ان هي غرغره للسه، اللي الناس اللي عندها اللثه تعبانه انت ممكن تستخدميها كغرغره للثه، حلوه جدا. برضو زي ما بقول لكم هي منعشه للجسم، الناس اللي مرهقه بتريح الاعصاب، حلوه جدا. حتى هي صدفه نفسها قالت في الفيديو ان هي بتريح الاعصاب لو هي مخنوقه، لو هي متضايقه، غير ان هي كمان الصابونه دي فايدتها كمان تطرد الحسد لان فيها ورق الغار اللي هو ورق اللورا، تمام. المنقوع بتاعها او التشطيب بتاعها مفيد جدا عشان حب الشباب، ودي نقطه اكيد كل البنات او كل الناس بتعاني منها، فهي فعلا حلوه جدا. انا فعلا بشرتي كان بيبقى فيها حبوب، فعلا بقى صافيه جدا من الحبوب وبدات تروق في بشرتي شويه، يعني ما شاء الله حلوه جدا.
بيقول لك برضو كانوا بيستخدموها أجدادنا لمشاكل الصدفية، مشاكل الجرب، مشاكل الثعلبة، فبتخفف من التوتر. بتقول لك بيقول لك كمان بتنشر الهدوء لأن ريحتها فعلا حلوة قوي. يعني عشب اللافندر، أو حتى أنت لو بتجيبي أي معطرات هتشم ريحة اللافندر، أنا عن نفسي بتعجبني جدا يعني. برضو حابة أقول لكم على نقطة، عشان ممكن أي حد بقى يشربها وكده، ما ينفعش ياخدها الست الحامل يعني، برضو عشان تبقى عارفين، لان هي بتغير في الجسم او في الهرمونات، فما ينفعش تاخدها الست الحامل، وما ينفعش تاخدها الست اللي بترضع. انتوا عارفين اي حاجه بتاخدها الست اللي بترضع بتنزل في الرضاعه. لكن بالنسبه للمشاكل الخارجيه للبشره هتستخدميها عادي جدا، للاستحمام هتستخدميها عادي جدا، لو يعني عايزه تعالجي بشرتك او جسمك عادي جدا. لكن لاي ست حامل او بترضع ممنوع طبعا، اي ست عندها سمنه ممنوع ان هي تشربها، تمام؟ ده بالنسبه ليها. برضو بيقول لك ان هي بتعطر، لو هتحطيها في دولابك يعني، ممكن تحطيها في شراب، في قماشه، في اي حاجه تعطر الدولاب، بتمنع اي حاجه. وحتى بقولك مشاكل الصيف الحشرات وكده، هي حلوه جدا جدا، بتطرد اي حاجه من البيت. نبدا كده في الصابونه بتاعتنا ونشوف هنعملها ازاي. يا رب تكونوا استفدتوا من الفوائد اللي انا عرفتها. انا حبيت اقول لكم الحاجات اللي انا استفدتها لما عملت سيرش، وممكن برضو انت تبحثي معاكي على النت وتبحثي وتشوفي ايه فوائد شعبه اللافندر، هتعجبك جدا يعني، ما شاء الله فعلا حلوه قوي. ايه بقى الصابونه بتاعتنا دي بنعملها ازاي؟ اول حاجه بتجيبي الصابونه، اي نوع صابون انت بتحبيه يعني، ما يشترطش نوع معين. معاكي شعبه اللافندر دي طبعا، ممكن تجيبي منها من عند العطار، ممكن تجيبي ب 5 جنيه، هيعملوا لك يعني هيكفوا معاكي وزياده يعني. معانا هنا ورق الغار، اللي هو ورق اللورا اللي احنا بنستخدمه في الشوربه طبعا، ده اكيد في كل بيت، والصابون اكيد كلنا عندنا صابون، يبقى مش هتشتري غير اللافندر فقط. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنبدا نبشر الصابونه بتاعتنا. اول حاجه كده معانا الصابونه بالمبشره العاديه جدا، هتبشريها عادي اهي. هنا زي ما انتم شايفين كده بشرنا الصابون معانا، طبعا كلنا عندنا المبشره وكلنا عندنا الصابون زي ما قلت لكم اهو. ده بالنسبه اول حاجه الصابونه بنبشرها معانا كده زي ما انتم شايفين كده، خلاص عملنا الصابونه بتاعتنا. معانا هنا كده مطحنه التوابل بتاعتك العاديه جدا يعني، كلنا اكيد عندنا المطحنه دي. هنبدا كده نحط عشب اللافندر زي ما انتم شايفين كده اهو، وهنحط معاه ورق الغار ده، وهبدا اطحنه وارجع لكم اوريكم شكله عامل ازاي. كده خلاص انا ضربت العشبه معايا اهي، شايفين اهي، ضربناها في الكبه عادي جدا او في مطحنتنا عادي جدا، لو عندك كبه مطحنه اللي عندك. هنستخدم معانا ايه بقى دلوقتي؟ هنستخدم معانا ميه والصابون بتاعنا. اول حاجه كده الصابون اهو، هبدا احط عليه عشبه اللافندر اهي، وطبعا ورق الغار. عايز اقول لكم والله يا جماعه بتخلي البشره ناعمه وريحتها حلوه جدا. نحط كده ميه تدريجي لحد ما نعجن الخليط ده مع بعض، شايفين ازاي، لحد ما يتكون معانا زي العجينه كده يعني. طبعا الصابونه دي انا عامله منها اصلا عندي يعني، منها هي قربت تخلص، فطبعا قلت بقى اما اعمل جديد. انا طبعا زي ما قلت لكم ما رضيتش انزلها خالص يعني، انا عاملاها من زمان الا لما اشوف نتيجتها على بشرتي يعني، فطبعا عندي منها من القديم. هوريكي دلوقتي طبعا هنعجن دي مع بعض كده، وهوريكم هنعملها ازاي، وهوريكم برضو القديمه اللي عندي بعد ما بتنشف بيكون شكلها عامل ازاي. انتوا فاهمين؟ انا خلاص عجنتها كويس، جبت كيس، ده كيس التخزين العادي انت بتخزني فيه. ونبدا نحط كده الخليط بتاعنا اهو، هسويه كده واظبطه واوريكم شكله. كده خلاص انا سويتها بايديا عادي جدا اهو، طبعا انا عامله كميه بسيطه قدامكم عشان التصوير، وانا بعد كده اعمل مع نفسي صابونه 2 3 براحتي، تمام. فدي كده انا عملت نص الصابونه بس، وحطيت عليها كميه الاعشاب اللي انت شفتيها، ممكن بقى تكملي طبعا براحتك، بس انا حبيت اوريكم الفكره وتعمليها انت براحتك بقى. نبدا بقى بعد ما عملناها كده اهو، نقطعها عادي جدا، شايفين اي شكل طبعا يعني، انت يعني حاجه بتعمليها لنفسك يعني اهو، ده شكلها اهو، شايفين ادي شكل الصابونه. هنقول هعمل ايه بقى دلوقتي؟ الصابونه دي هتاخديها تحطيها على صينيه عندك في الشمس لمده 3 ايام، هي قالت كده طبعا في الفيديو، قالت ان احنا هنحطها لمده 3 ايام، وانا عملتها كده برضو، حطيتها 3 ايام لحد ما نشفت معايا في الشمس خالص، هوريكم شكلها بعد ما نشفت عامل ازاي. دي طبعا اللي احنا عملناها مع بعض، شايفين اهي، دي طبعا انا هحطها في الشمس لسه، تمام. بس انا طبعا ايه بوريكم بقى طبعا اللي عندي، انا مش هستنى 3 ايام اوريكي، فانا كده كده مجهزه وعندي اصلا من قبل كده، دي اللي انا بستخدمها وعاملاها ليا فتره اهي، شايفين اهي شكلها لما بتنشف في الشمس، ده الشكل بتاعها.
تستخدميها ازاي؟ بترغي عادي جدا، تقلبيها وشك عادي جدا، بتنعم الايد، عايزه اقول لكم بتخلي الايد ناعمه جدا. انا ما بستخدمش غيرها على فكره، يعني انا عاملاها لنفسي وحطها لنفسي في الحمام، ما بستخدمش غيرها. بقى تجيب كده اعمل صابونه اتنين واحطها في كيس في الحمام او في علبه براحتك زي ما تحبي يعني، تمام؟ وتستخدميها. وممكن تستخدميها في الشاور بتاعك. هتستخدميها ازاي؟ طبعا عشان هي صابونه ناشفه، كل اللي هتعمليه ان انت هتحطيها في ميه سخنه، تمام، لحد ما الصابونه دي تدوب خالص، وهتاخدي الميه بتاعتها وتبداي تستخدميها في شاورك عادي جدا. حلوه قوي قوي زي ما قلت لكم، والله يعني فعلا هتريح الاعصاب، وفعلا يعني هي مفيده قوي. يعني هي يمكن لما ذكرت في الفيديو قالت انا كنت عاملاها عشان الحسد او عشان الاسترخاء وتهدئه الاعصاب وي وي وي، هي فعلا لكده. غير كده ان هي فعلا روقت البشره معايا، فعلا عالجت حبوب البشره. زي ما قلت لكم عشب اللافندر استخدميه في، زي ما قلت لك لو حد عنده صداع هو علاج قطع للصداع. برضو حته ان انا نبهتكم من ان الست الحامل او اللي بترضع ما تستخدموش كمشروب، لكن كاستحمام كبشره يعني للمشاكل الخارجيه هتستخدميه عادي جدا. ممكن تحطيه في دولابك، يعطر دولابك، ممكن تحطيه في الحمام، ممكن تحطيه تحت المخدة بتاعتك في منديل او في اي حاجة، بحيث ان انت بيريح الاعصاب فعلا، لان ريحة اللافندر فظيعة. اهم حاجة تأكدي ان عشبة اللافندر اللي هتجيبيها تعرفيها من ريحتها، لان ممكن حد يديك اي اعشاب ولا حاجة، لا اتأكدي من الريحة، الريحة بتاعتها فعلا قوية ونفاذة وريحتها جميلة جدا. ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم وكون استفدتوا منه، ونشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، ومع الف سلامة.